مستمرين معاك يا كابتن خالد ومعايا طبعا كابتن الاهلي سامح كابتن النادي الاهلي ومنتخب مصر. مجهود مميز ومجهود كبير وتستحقه فعلا البطوله. حابه تقولي الاول لجمهور النادي الاهلي اللي كان ليه مفعول كبير جدا الاهلي؟ الحمد لله طبعا في البدايه الحمد لله على الفوز. كان ماتش صعب من اول جيم بس الحمد لله قدرنا نرجع له، حتى كنا خسرانين اول جيم بس قدرنا نرجع الحمد لله. وطبعا بشكر الجمهور على الدعم، والنهارده الصاله فعلا زي ما كنا متوقعين الصاله كانت متقفله الحمد لله وهم ساعدونا كتير. اعتقد ان الخبرات حسمت المباراه لان فريق قرطاج فرقه مميزه جدا وعندها عناصر مميزه، لكن شخصيه النادي الاهلي وروح الفانيلا الحمراء بانت النهارده. الحمد لله هم طبعا فريق قوي، وصل للمباراه النهائيه 4 مرات متتاليه وحصل 2017 على الميداليه الذهبيه. فطبعا كان الماتش صعب بالنسبه لنا، داخلين حاطين في دماغنا ان هو لازم نقدر نسيطر على الجيم الاول. للاسف في الاول كان في ضغط علينا شويه اول جيم بس قدرنا نرجع تاني الحمد لله. لسه اللي جاي اصعب، حابه تقولي للبنات لان لسه ما حققتوش حاجه هناك؟ لسه ان شاء الله، يعني اتمنى ان احنا نكمل بطولات ونقدر نفوز بالدوري والكاس الفاضلين ان شاء الله. شكرا، الله يبارك فيكم.